عندك أفكار بس تخاف من فشلها؟ لا تحاتي، فشركة أبل بدأت بجراج ونجحت بعد عدة محاولات فاشلة، واليوم معظم الناس تستخدم منتجاتهم، وشركة ستاربكس بدأت بمحل صغير، والحين ما في لفة ولا شارع إلا وتلقى محلهم قدامك. الشريك المؤسس لأبل ستيف ووزنياك والشريك المؤسس لستاربكس زيف سيجل راح يجون يقدمون محاضرة عن أسباب نجاح مشاريعهم من 17 ل 19 نوفمبر. احجز مكانك عن طريق دورات.com. تعال شوف وتعلم منهم. مؤتمر تمكين الشباب.